فات انا وقت عملت الكرياسيون تاع البروجي نتاعي على اساس واني انا باش نعمل على ليكسبور خاطر لي فلور كوميستيبل ماهيش داخله في الثقافه الغذائيه نتاعنا. ولكن الحمد لله بعد اول ببليسيتي عملت على الباج فيسبوك معناها تفاجأت انه برشا 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 لي غاستو في تونس وبرشا دي شيف في تونس طالبين لي فلور كوميستيبل. الحقيقه تفاجأت مفاجاه باهيه طبعا. Il y a chaque chef qui comment il interprète et comment il utilise les fleurs. Il y en a par exemple les fleurs de courgettes qui le font par-ci et après sauter ou après rôti au four. Chaque personne comment il utilise. Nous aujourd'hui on va les faire à cru donc parce que je veux pas perdre le goût d'amertume et tout. Mais tu peux l'utiliser comme chaud et comme froid. Ok. أكيد أنا فخورة بالمشروع بتاعي. أولاً أنا الأولى على مستوى وطني وعربي، ثانياً مشروع راقي ومزيان تعتبر في أوروبا من الفلاحة الراقية على الأخر، والبرودوي بتاعي برودوي دونيش، نخدم في حاجة نحبها ومزيانة ومعبية باللي كولوغ، فخورة جداً إن شاء الله يا ربي يكبر مشروعي.